الدم، حركتها على هالأنسجة اللي في 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 البؤبؤ، على لو نسمي ترى أسماء العين بس اللي من داخل ما بين رمش وجفن وحاجب بنعد ونقصر. الحمد لله. لكن سيبيريا توصل درجة الحرارة تحت 0-50 أو 25. نعم. ولا تجمدها. وعندك ما تجمد ما ذي. تجمد الماء الثاني يتجمد. سبحان من خلق. والعين فيها ما يتجمد. ومكشوفة. ما تجمد. لا تقول مغطاة. هذا أبو محمد وأنا سامع مرة. والله التقاطة فعلا. شاهدت لي مقطع. يعني تقول دي يكبر يجلس على كرسي. وأشاهد المقطع هذا. كل العالم كان يرقصون رقصة حلوة يعني ما فيها شيء شعبية مثل أبو علي شعبية مثلي لكن هذا الشايب ما وقف بنبدل كل اللي موجودين قدامي لا لا كله العصرية كذا وهطالع فيه وأقول ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه قدرا ثالث يوم مررت بديرة قلت بصلي الظهر في هذا المسجد أسافر المسجد أقسم بالله شوف ما يقسم بالله لا أصدق ولكن ما يجوز يعني أحلف لكن هذا اللي حوال صادق يوم جيت نص المسجد والله يا عمي لي إني على كرسيين من بدل المسجد كله جالسين يصلي على كرسي ثالث يوم ففعلا صارت عادة عادة, عادة يعني أيوة هو عادة. ما ويمكن قد يكون يجهل الحكم إيه؟ بينما العلماء يقولون إذا إنك تصلي على كرسي كبر وانت واقف القيام مع القدرة مع القيام مع القدرة لكن أول إنك تجي تمشي وتجلس وتكبر انت على الكرسي انا اشوف انها فيها يعني معناته انه مستطيع من استعان بالله عانى معناته انه مستطيع مستطيع نعم نعم نسال الله السلامه يجهل احيانا بعض الناس يجهل عنده شيء من الجهل حتى يا شيخ اللي يصلي الان بتصلي على كرسي وانت تستطيع الوقوف لازم تكبيره الاحرام وانت واقف اي لانه ركع اي بعدين تجلس وبعدين تجلس إيه اذا تقدر تسجد جاي نمشي يقول اذا تقدر تسجد ما يسقط عليك اذا تقدر تركع ما تسقط عنك صلاتك غير مقبوله اي ركن من أركان الصلاة تتركه وأنت قادر على أدائه صلاتك باطل انتهيت ما تقدر لا حول ولا قوة إلا بالله كذا ولا لا شيء لبيه اللي هو أساسات الصلاة قبل البدء في الصلاة اللي هو الطهارة خلاص انتهيت أحيانا بعض الناس يجهل في الطهارة كيفية الوضوء كيفية الاغتسال وأخطاء كثيرة فيها اغتسال من الجنابة اغتسال الجمعة اغتسال من الطهر نجهل حنا بس لها لكن ميزتها لأنها عندنا في السماحة ولكن أنت إذا بغيت تروح مع طريق وهو سيدين فما تمسك الطريق السيد الأيسر صحيح. تمسك السيد الأيمن وتمشي وهذه من يعني في الغسل والاستعداد للغسل النية قبل ما تدخل تغتسل تبي تغتسل غسل جمعة ولا غسل جنابة ولا غسل طهارة ولا كلها لها نية صحيح. إذا ما فيه نية فأنت مثل في أي عمل دخل وسبح وبس صحيح الثانية العناية بالجنب الأيمن قبل الجنب الأيسر غسل الرأس لأن الرأس يشمل الثنتين ثم إذا رجعت تغسل الرأس جهة اليسار غسل معها الرأس مرة ثانية لأن الرأس صحيح. هو الرأس الثانية من حيث بعض الناس يمكن يترك الأذنين ما مسحها ولا غسلها ولا تجد لو تناظرتها لقيت ايه كذلك غسل لا في احنا في الحين في الغسل, إيه في الغسل. غسل كذلك الوضوء غسل وجه ابو محمد بعض الناس يغسل المقدمه فقط اي نعم إيه وبعض الناس في الغسل في الوضوء وبعض ما يقول طريفه اي والله السنه نغسل في البدايه الكفين كم ثلاث مرات إيه؟ ما المهم ولكن في اثناء الوضوء نعم. يغسلون من المرفق من الرسغ الى من الرسغ الى المرفق عشان نعم. كيف يتركون الكف ويترك الكف اذا نعم. ما توضأ ما توضأ والله لا اي نعم المهم هذه لازم من اطراف الاصابع الى نهايه المرفق هذه له حقه المرفقين يعني اي هذه لازم رؤوس الاصابع من اطراف الاصابع الى نهايه المرفق هذه بعد الوجه اي هذه سنه بعد الوجه بعد الوجه يعني احنا نتكلم عن الوضوء الان دخلت في الوضوء تمضمض استنشقت اركان الوضوء واجبات الوضوء غسلت وجهك الان بدات في اليدين انا اشوف ناس بس من هنا بس. يبدا من الرسم ويترك الكفين يترك اليد ما توضا كذلك اللي بعدها سنه هنا واجب الثانيه الثانيه ابو حزام اللي هو الفرك بعض الناس يمكن يحطها كذا ويدخلها وهذه خطا لازم امرار اليد عليها المس عليها مع المسح مع المسح مع 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 يسمى هو احيانا الدلك واحيانا حتى في القدمين البراجم يا ابو محمد والقدمين المزارع نعم. واللي مع الغنم واللي حتى لو ما عندك شيء اي بس اقصد لك يعني بعض الناس بعضهم كذا بعضهم تخليل تخليل الاصابع صدقت من نعم وبعضها تصفط بعضهم مع الكبر ما يظن انت تقول كذا تغسلها ما يوصلها زي ما تفضل ابو اللي هو تخليل الاصابع نعم صدقت تخليل اصابع الرجلين
بعض الناس ما يدري وجه بعضهم ما يعرف غسل الوجه. لا لا وجه ودر انه من الاذن من الى الاذن هذا ملامح الشعر الى نهايه الذكر خفيفه مني مثل لازم يغسلها صحيح غسل كامل. فعلا ابو عبد الرحمن احنا دائما ناس نسل عن هذه لا نروح الامور يعني فيها يعني توسع والامور البسيطه هذه ما اشبعناها الحقيقه صحيح يعني مثل كيفيه الغسل كيفيه الوضوء كيفيه الصلاه. رسائل كثيره تجينا على في تويتر يقولون علموا الشباب بعض عندهم بعض المخالفات اي نعم قلت انا والله بعرضه على الاباء اللي بيصلي معهم انا جلست مع ناس بعيدين انا في بعض الاشياء ولا اقطع وارد يعني قلت يا اخواني الناس ترى يشوفونكم وانتم قدوات صح ولا لا؟ سمى الله عدوك. فترى في ناس يا اخوي مثلا الستره في الصلاه كيفيه التكبير الركوع السجود كيف الجلسه بين السجدتين الجلسه في وضع اليدين اثناء السجود الوضع اليدين صدق الحوارات الركوع خاصه ترى في ناس الحين زي كذا خشمه ما يصلى اي نعم يرفع يقعد كذا ها ما مشكله يا لا بعض ايه ينحني سيده راسك ايه وجه خشمه ما يجي اللي يرفع رجوله راس السجود نعم بعض الناس شوفه اذكر واحد عندنا باكستاني عندنا لا تخبرون حراثات قال هذا حراث واخوي نزل رجولك في الارض يا اخوي الله يجزاك خير اي والله اللهم لك الحمد من اركان الصلاه الحمد لله الرجلين وضعها على الارض على الارض من اركان الصلاه في الحديث القدسي اذا جاء بما افترض الله عليه ادى من ضمنها الصلاة مفترضة عليها فيها وضوء فيها طهارة قبلها ايش في الحديث يا اخي من تطهر كما يجب كما امر وصلى كما امر دخل الجنة انتهى الله يجعلنا وياكم من اهل الجنة وان الانسان يسال يبحث يعني الله يرفع قدرك الان المجال مفتوح يا اخي كل مواقع العلماء مفتوحة احنا ترى احنا يا ابو محمد احيانا نفكر الناس يعرفون حتى ترى الناس فيهم جهل فيه امام كامل يعني امام مسجد ولكنه يجهل شاهدت والله يا ابو تجد خطيب جمعه وعنده شيء من الجهل صح واستمر عليه واخذها كمهنه ما اخذها والدين ما هو بتقليد لا الدين يؤخذ بالتعليم وليس بالتقليد نعم يا سلام مثل في القراءه الاتباع اي نعم في القراءه يا ابو محمد نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي الله يجزاك خير صح يا بعض الناس يا شيخ والكلام الجميع شاف أبوه يصلي كذا ولا شاف مطوعه الإمام في المسجد يصلي كذا صلى مثله طيب يا أخو هذا يصلي ما هو ما صلاته صحيحة لا إله إلا الله يوم الأيام لبيه طلعنا فاصل حنا ولا نطلع صلينا اللي جنبي خريج شريعة طيب في يوم قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله ها فعندما انتهت الصلاة قلت وين جايبها؟ قال سمعت الناس يقولونها خريج شريعة الله المستعان ومن هو زملاء فلان وفلان وفلان قلت له يا أخي مو كل شيء أنت خريج شريعة أنت الآن لا تأخذ الله أصلا قال والله سمعت الناس يقولونه وقلت فقلت ويوم من الأيام أنا في ذيك الديار وصليت وجنبي المؤذن ولا يقول إياك استعنا بالله استعنا إياك نعبد ونستعين يقول استعنا بالله سلمنا عقب ما سلمنا قلت له من وين الكلام قال والله ما أدري فالمصادر وأنك تسمع الناس ويقولون تجد الإمام عنده شيء من الجهل في الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأن تقف على كل رأس كل آية في الفاتحة وغير الفاتحة بس في الفاتحة أو لا عندنا إمام يسردها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ويتكلم عن السنة ويقرأ الحديث كل يوم يبقى أشياء يعني أنا ما أدري من وين يحفظ القرآن تسمع لكن من جي على السور تجده يقرأ بتأني ها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وراك تقف هنا لأنك ما أنت حافظها مثل حفظك للفاتحة ايه والصورة ما هي أحيانا الواحد يقول الواحد لا منها قال لا والله أحفظها مثل الفاتحة يعني الفاتحة حنا يعني
ما نعني وش معناها قلت الله الحمد لله رب العالمين. أيوة. قبلها البسمله الاستعاده والبسمله. أيوة. بعض الناس ما يستعيذ في اول ركعه صح ولا يبسمل ولا يمكن البسمله معروفه لانها عندنا يا الحنابله انها شرط ولكن اي نعم ولكن يبقى ها انك لازم تستعيذ من الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذات المعروفه صحيح. ثم البسمله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين تعي من تحمد انت واقف امام من اي والله ها انت عندما كبرت وعندما لو لو لو, لو اخذت استشعرت هذا لاخذك الرجفه الله واذا اخذك الرجفه اخذك البتوه او اللي نسميها البكاء او الخشوع يا سلام. ثم وجدت لانك فعلا تصلي ها لله واقف امام الله وتشهد الله سبحانه وتعالى وتسال الله سبحانه وتعالى فتجد عندما تسترسل في الايات اياك نعبد واياك نستعين انا استعين بالله وانا في صلاتي يعني انت في صلاتك لو ما اعانك الله ما صليت الله اكبر الله يجزاك يسلم عليكم خالد المطلق يقول سلام وتقدير لكم فردا فردا محبكم خالد المطلق ابو عبد العزيز من القصيم من محافظه عيون الجوع ما شاء الله الله يعني الجوا فيها كم من الشباب يتابعون السلام عليكم جميعا مجمع ولا اقطع واردك الله يحفظك ان شاء الله ابو صالح لا لا عندي مجمع اكثر من 60 خطا في الصلاه خطا اكثر من 60 انا عندي مدونة. قصيده ولا لا 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 نبيها في قصيده ولا خطبه مثل ما قال عبد الرحمن عندي صفه الصلاه قصيده ولكن هذه عندي يا طول الاعمار اللي هي الاخطاء في الصلاه وبعض ولا نبيها يا ابو محمد عندي انا طابعها ولكن ابو محمد جاهزه حق الصلاه لبيه لا ببحث لها اللي هي صفه الصلاه طيب ببحث لها الشاهد ما ادري والله موجوده في الجوال ولا لا الشاهد يا نبحث ونطلع فاصل طيب على خشمي لا انا اتكلم عن ايش ما يبطل الصلاه كم واحده تقول عديت كم خطا مسابقه اكثر من 60 60 خطا اي نعم هذه مو من كلامي انا لا ترى ولا اني بطالب علم ولا اني بشيء من كلام نقل لا لا صحيح والله ولا انت امام وخطيب الحمد لله رب الله يثبتنا واياكم بس لا انا ما الناس ما يفكروني عالم ولا طالب علم انا مثل عامة كلنا طلاب علم ولكن من حبي لاخواني كلنا طلاب علم وانت طالب علم ولا محمد قالين احنا الواجب نقول لك الشيخ لا على راسي الله يرفع قدر لا والله اني من بعدكم ويا اخي ولا اقول يا شيخ اقول لا تقولون شيخ ولا تقولون شاعر اي بالله قولوا ابو محمد ولا ابو ناديه هلا لا تقولون شيخ ولا تقولون ولا تقولون شاعر اي قولوا ابو محمد ولا ابو ناديه الله يبيض وجهك الله يحفظك فاصل ثم نعود مع الشيخ الشاعر ابو محمد